بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهاردة معلش إحنا قطعنا فترة كده في شوية كركبة. النهاردة هنقول الأكيوت هارت فيلير، إحنا مكملين في الدسني مديول، خلصنا الكرونيك هارت فيلير، والنهاردة هنقول أهر الأكيوت هارت فيلير إن شاء الله. لو خلصناها هنخش على البلمونة الإنجليزي، نمسك كل مواضيع الدسني ونكملها مع بعض إن شاء الله. دي حاجة صغيرة، 55 سنة، نوت فايبر تنسل، نوت دايابيتك، ديسني ديب فور، وأورثوبنيا وبايباترا اللي هو الليب القديمة. ودي من المرضى الظراف اللي يجي يقول لك والله أنا أصلا مريضة فشل عضلة في القلب، وكل شوية بخش يعني دي جاية كده إيه مقشرة نفسها زي ما بقول. ولكن مش كل مرضى المريض بيبقى كده، بيبقى مريض كورونا بيسيء عليك أحيانا، ما يقولكش إن هو مريض بارتفيلر، أو إن هو يكون ده أول كومبليت، ده أول مرة يشتكي في حياته من قصة الهارت فيلير. طيب عيانة زي دي جاية لك في الاستقبال، أول حاجة تيجي في بالك إيه؟ A B C D E، لازم تمشي بمبدا الاولويه. جينا نبص على الاير واي بتاعها طلع بيه البريس اليكويد تشيست موفمنت ايكوال ان بوث سايدز، مفيش تندر بوينتس. انت عارف تستبعد ايه؟ اي حاجه تفسر الدسم. ريسبيراتوري 30 يبقى معنى كده انها تكتمل، وفي بايلاترال فاين كريبس على نص الباك، يعني في كريبيتيشنز على نص الباك. الساتوريشن بتاعها 87%، بما انه تحت ال 90 فتدي اكسجين ماسك. طيب سيركيوليشن انتكت سنترال اند بريفرال بلس، الضغط 150 على 90، والهارت ريت 110 ريجولار، وانت سحبت ارتيريا بلاد جاز وبعته للمعمل. الديسابيليتي البيشنت اليرت والراندوم بلاد شوجر بتاعها 200، ولما عملت اكسبوجر اكزاميشن لقيت النيك فينز بتاعتها كونجستد، ولقيت ان في بايلاترال فيتنج اللي هو الليب دي ما ابتو ساي، وفي سيستوليك مربر على الايبكس ما تعرفش ايه ده. اتفقنا؟ يبقى لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه في ايه؟ في سياق ان انت هارت فيلر. طيب المفروض ان انت لما تبقى عيان سسبكتد ان هو هارت فيلر، ايه الانفستيجيشن اللي الناس حطته كده في الجايد لاينز تحط عليه ده هارت فيلير ولا لا؟ هو البرينكليتيك بتفلت، يعني بعد ما تعمل انيشال اسسمنت واي سي جي وشست اكس راي وتعمل البرينكليتيك بالطيب، لو افيلابل ده جود تول، لو عالي يبقى هارت فيلير، لو واطي يبقى ده مش هارت فيلير، ولو عالي وانت قلت ان ده هارت فيلير هتكونفيرم بايه؟ بالايكو. ولكن ان ابسنس والبرينكليتيك بالطيب مش هنقدر ان احنا نعتمد على ده، يبقى هنعتمد على الايكو. والايكو دلوقتي بقى افيلابل في كل حته بما فيهم العنايه اللي جنب الاستقبال. فاحنا دلوقتي قدام حاله ايه؟ قدام حاله كونجستيف هارت فيلير ويز امبندنج بالمونري ايديما. كون انها ما دخلتش بالمونري ايديما يعني الست لسه بتتكلم معاك. حد شاف بالمونري ايديما قبل كده؟ أكيد بالمونة القديمة ده واحدة مش بتتكلم، وكريبيتيشنز على الباك كله، يعني فعلا إنسان بيغرق في السكريشنز بتاعه، إنسان مش هيستنى تديله الدايوريتك عشان يتحسن، لازم أكشنز قبل موضوع الإيه؟ قبل موضوع الدايوريتك. طيب إيه الإمرجنس اللي أنت هتعمله للست دي؟ تعالى نشوف، هنسأل نفسنا سؤال، هل مدام صغيرة كارديوجينيك شوك؟ لا، كان ضغطها 150 90، لانها لو كانت كارديوجينيك شوك ففي اكشنز المفروض هتتاخد، سواء هتحطها على سبورتات دراجز او تحطها على ميكانيكال سبورت. السؤال الثاني، هل في ريسبيراتوري فيلير؟ طب ولو في يتطلب جاست اكسجين ولا سباب ولا ميكانيكال فنتيليشن؟ ده هنعرفه كمان شويه. لا والله ده هي الساتوريشن بتاعها لسه 87% والكريبس على نص الباك، يعني لسه في ايه مساحه ان انا اتعامل واحنا على اكسجين سيرو. طيب خلصنا الارجنت فيز، بعد كده بنخش شاب، دي اهم نقطه احنا كلنا بننساها. كل بيجي اكيوت هارت فيلير على طول على الدايوريتكس وعلى الفازوفايليترونز، وننسى خالص ان احنا نشوف هل في ريفرسبل كوز نقدر نصفه ولا لا، هل في اكيوت اتيولوجي هو اللي عامل الاكيوت هارت فيلير ولا لا، اكيوت كورونري سيندروم هيخش القسطره، هايبرتنسيف ايمرجنسي هيتحط على ترايبيلو وينزل الضغط، اريزمي هياخد دي سي شوك، ميكانيكال كوز هيتصور ويخش جراحه قلب وصدر لو في اكيوت مايكرو ريجيشن،
بالمونر بلازما هو ريستريبتو كاينيز او ثرومبوليتيك ثيرابي. فهل في سبب كلير اتيولوجي من الاكيوت هارت فيلير ولا لا؟ ده لازم يبقى في الاستراتيجي بتاعتك اول 120 دقيقه، يعني اول ساعتين كده بالسن، ما تقعدش انت بقى ايه ظبطت التذكره وماسكها بقى ايه المطلوب صوره دم كامله ترايدل لازكس مش عارف ايه وتروح داخل نايم. لا ده مش اكيوت هارت فيلير. اكيوت هارت فيلير يعني انا اول ساعتين قاعد اعصر في نفسي اشوف ايه اللي دخله في هارت فيلير، حتى لو هو نون ان هو دي سي ام او اي سي ام اكيد في تريجر دخله في الهارت فيلير. لو لقيت اكيوت اتيولوجي هتعالج معاه على حسب الايه الاتيولوجي اللي انا شفته، لو ما فيش خلاص يبقى انا هكمل مع المانجمنت اوف اكيوت هارت فيلير. لو اكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير وانت شايف ان هو العيان كونجستد اللي هو الليمب اديما والليمب فينز والكلام ده كله، فبتسال نفسك سؤال هل هو بيرفيوزد اور نوت، يعني هل في شوك وهايبو بيرفيوجن ولا لا. لو في شوك وهايبو بيرفيوجن هتدي اينوتروبس مع الدايوريتكس، ودي فيري باد براكتس. الواحد بيشوف يقول لك انا ما اديتش دايوريتكس اصل العيان شوك. لا مفيش حاجه اسمها كده، شوك ده هتدي له دايوريتك بس معاه اينوتروبس. طب مش شوكت هتدي له دايوريتكس، اتفقنا؟ طيب اديت دايوريتكس والكونجيسن لسه مش ريليف، فهتكومباين الدايوريتكس. يعني والله انت كنت ماشي في روزمايد فبتبدا ان انت تعمل سيكونشال بلوك، فتحط هيدروكلوسايزايد او ميتولازون بحيث ان انت تحسن الايه الفيروس. طيب انت هنا بعد الاينوتروبس والدايوريتكس لسه ستيل هايبو بيرفيوز، ده هتضيف فازو ريسورس، ولكن ده بافتراض ان العيان دايليتد كاردوميوباسي، يعني افتراض ان هو هارت فيلر بسبب دايليتد كاردوميوباسي. انما الموضوع ده هيفرق لو في اليمنت اوف اسكيميا، لان الاسكيميا ما بتحبش الانوتروبس، لان الانوتروبس هتزود الاكسجين ديماند فبالتالي هتسوق الاسكيميا. فبافتراض ان ده دايليتد كاردوميوباسي هيتحسن في الاول على الانوتروبس. طب ما تحسنش يبقى احنا هنضيف النور ادرينالين او النور ادرينالين. كويس. بعد كده بقى والله طب الارم اللي هو مش هايبو برفيوزد اللي انت قاعد تكومباين الدايوريتكس وخلاص مفيش فايده والعيان قاعد يورسن وداخل على بالمونري ديما، يبقى انت محتاج انت تعمل ايه بينا للريبليسمنت ثيرابي. حتى سمع عن الفلتريشن ان هو يروح يشطف ويطلع الفلويدز بره مش ده نهائي العدوى. وكذلك اللي هنا لو ما استجابش على المرحله بتاعت الهينوتروبس ولا البازو بريسورز، فاحنا هنخش على الميكانيكال سبورت ولينا ريبليسمنت كلاين اوف سايت. يبقى ده الخريطه اللي انا هتحرك بيها في العيان بتاع الاكيوت هارت فيلير. ولكن لا تنسى الاكيوت اتيولوجي او الاكيوت ريجنال سبورت. شايف بقى العيان اللي هو وصل لمرحله البلمونري ديما ده مش هتكلم معاه لغايه لما ظبطت موضوع الاكسجين. يعني احنا في الدي كومبنسيتد هارت فيلير قاعدين نقول دايوريتكس ولا دايوريتكس وفازو بريسرز ولا اينوتروبس، احنا ما اتكلمناش قوي في موضوع الايه الفنتيلات في السبورت. انما هنا العيان ده بيموت بسبب ان هو غرقان في السكريشنز بتاعته، يبقى لازم تفكس ده قبل ما تتكلم تقول له والله هو ضغطه حلو يشيل دايوريتك ولا ضغطه وحش يشيل دايوريتك اند فازو بريسرز. فأجين أهو حتى في الأكيوت بالمونري إديما لما بيبقى هايبو برفيوز ده هتدي دايوريتكس وإينوتروبز أو فازو بريسور، يعني الدايوريتكس معانا حتى لو العيان شوكت، اتفقنا؟ دي معلومة في ناس كتير ما تعرفهاش. والباقي زي ما احنا ماشيين في الأكيوت بالمونري. نفترض إن العيان كارديوجينيك شوك جاي لك بهارت فيلير وكارديوجينيك شوك، لازم برضو تعصر نفسك هو ايه سبب الكارديوجينيك شوك. هل سبب الكارديوجينيك شوك اكيوت كورونري سيندروم فيبدا ان هو يخش قسطره بعد لما تظبطه في السبورتات هيعمل بي سي اي؟ طب هل هو بسبب اكيوت كورونري سيندروم وعمل ميكانيكال كومبليكيشن فانت هتصوره جراحه قلب وسطر، ولا يكون في اسوشيتد بالمونري امبوليزم هو اللي عامل الكارديوجينيك شوك؟ يعني في اسباب، فلازم برضو تفضل ان انت في الدايرة بتاعتك عايز تعرف ايه اللي دخله في كارديوجينيك شوك. فوالله لو هو اكيوت كورونري سيندروم وفي ميكانيكال كومبليكيشن يبقى بي سي اي او سيرجيكال تريتمنت. لو مفيش حاول تايدنتيفاي اذر سبيسيفيك كورسز
وعندنا اللي هو السيكونس اللي احنا ماشيين عليه اللي احنا اتفقنا عليه، سواء كان اينوتروبس او فازو بريسورز او ميكانيكال سبورت. وبعد كده الدنيا اتحسنت، هتمين الدنيا ما اتحسنتش، هتنقله على حاجات ادفانسد لو افيلابل في السنتر بتاعك، من ضمنها الميكانيكال سبورت. حد يعرف حاجه كده عن الميكانيكال سنتر سبورت؟ حد يسمع الايكمو؟ الايكمو ده ايه؟ ده حاجة بتشتغل هارت لاين، يعني باخد الدم بتاعه مثلا من الفينوس يدوره ويعمل اكسجين اكسشين يرجعه على الارتيريال سيستم. يبقى معنى كده ان انا باي باص للبمب لان انا في عندي اكسترنال بمب، وباي باص للنج لان عندي بره اكسجين اكسشين، فاهمني؟ فالايكمو ده مثال للسبورت موجود في مصر تقريبا اليوم بتاعه ده ب 250,000 حاجة زي كده. ربنا يعافيك. طيب امتى وانت بتعمل ورك اب تشك ان العيان ده لا ده مايوكاردايتس؟ فرانك سبيكينج كده، انت دلوقتي عندك لك اهو اكيوت هارت فيلير وبدات العلاج بتاعه وبصيت عليه بالايكو، ايه في الايكو بيقول لك العيان ده ممكن يكون مايوكاردايتس؟ ممكن تلاقي ريم اوف بريكارديال افيوجن لان المصائب لا تاتي فرادى، بيبقى بان كارديتس بريكارديتس ومايوكارديتس. طيب نفترض انت ما لقيتش الكارديال افيوجن، ايه في الويل موشن يقول لك ان هو مايوكارديتس؟ حلو، انت بتتكلم صح. مش شرط الدليل على انه مايوكارديتس ان هو في سيستوليك ديسفانكشن على نورمال دايمنشن. يبقى انت دلوقتي عامل جاي لك اكيوت هارت فيلير صح؟ جيت تبص لقيت الاند دايستوليك 50 والاند سيستوليك 45 والجيكشن فراكشن 20% مثلا، هل ده عيان دايليتد كاردومايوسيس؟ هل ده عيان كروني؟ ده عيان جاي لك اكيوت سيستوليك ديسفانكشن. هنطلع بقى في اثنين ديفرنشال دايجنوزز، هل ده اكيوت اسكيميا ولا مايوكارديتس؟ بالايكو مش هتقدر تفرق قوي، بس بيقول لك لو لقيت الموشن ابنورماليتي مش ماشيه مع تريتوري، يعني مثلا انت عارف ال ال دي بيبقى ال ال دي كله واقف، الار سي اي بيبقى الار سي اي كله واقف، طب حته من ال دي على حته من الار سي على حته من السلك يبقى ده ماشي مع مايوكارديتس، وبرده مش هتعرف تفرق الا لما تصور العيان كورونري انجو. ليت الكورونر انجيو نورمال خلاص يبقى ده مايكروكاردايتس، ليت في انفارشن افتح، فاهمني؟ يبقى تشك العيان اللي جاي لك ده اكيوت هارت فيلير اول مره يشتكي منه ان هو مايكروكاردايتس، ان انت تلاقي سيستوليك ديسفانكشن على نورمال دايمنشنز. واول حاجه في المايكروكاردايتس قال لك ايه؟ تريت كورونري ارت ديزيز بريزنتس. طب ما عرفت ازاي ان في كورونري ارت ديزيز؟ انا بقول لك عملت كورونري انجيو. يبقى ما فيش عيان تقول لي كده انا شخصت له مايكارديتس الا لما تقول لي ده انا شخصت له مايكارديتس بعد ما عملت له قسطره وطلعت القسطره نورمال. ليه؟ لان انت كل ما بتعدي على الام اي لو هي كانت ام اي وانت سبت يومين ثلاثه فرحتي، لما تصور بعد يومين ثلاثه تلاقي توتال ال دي، طب انت كنت فين من ثلاث ايام؟ فاهمني؟ فالست صبيره دلوقتي احنا قلنا دي هارت فيلير لسه ما وصلتش البلمونري ديما، هنركب اي في لايت، هنديها 80 ملي جرام فوزي مايت، ومهم قوي موضوع اليورين كاستر، يعني ما تدنكش تعبى واحد دايريتكس في الاستقبال وانت سايبه من اليورين كاستر، يعني هو منقول في الاسعاف على طول هيترمى على نفسه. اي سي جي واكس راي وايكو، هتدخلها السي سي. دخلت مدام صغيرة للسي سي يو تمام، وبدات ان انت تطلب الليست اوف انفستيجيشنز بتاعتك، الجايد لاينز كل الانفستيجيشن الموجوده في الجايد لاينز انت بتطلبها اوتوماتيك. سلام عليكم. تمام، ايه اللي بتنساه او ايه اللي بننساه؟ اللي هم الثلاثه دول، الاي تي اس اتش الدي دايم، يعني كله بيطلب اي سي جي واكس راي وسي بي سي وكريات ووظائف كلى ووظائف كبد ووظائف محش، كل حاجه بتطلب
الثلاثه اللي بيتنسوا هم الثلاثه دول، الايرن ستيتس والتي اس اتش والدي دايمر. وشايف الدي دايمر محطوطه ليه؟ لان ممكن يكون في بالمونري امبوليزم اسوشيتد. ايه اللي يمنع العيان بتاع الهارت فيلير ان يجيله بالمونري امبوليزم؟ ده عنده كل الريسك فاكتورز والستيزس وبيدريدن وي ده لدرجه ان هو لما بيخش العنايه بنديله بروفلاكسز اجينست البالمونري امبوليزم. فلما يجي واحد يقول لك هارت فيلير وشوك، ايه اللي يخليك ما تشوكش ان ده بالمونري امبوليزم؟ ما يمكن يتحسن يا اخي الشوك دي تتحسن على الثرومبوليتيك ثيرابي، والهارت فيلير يعني الضغط يظبط بعد الثرومبوليتيك ثيرابي وتعرف تديله بقى باس فايليترز دايوريتكس والتريتمنت بتاع الاكيوت هارت. فلا تنسوا الثلاثه انفستيجيشنز. عملنا اي سي جي هنا، ايه الاي سي جي ده في ايه؟ ليفت باندل برانش والليفت باندل اولوز باثولوجيكال. يعني مفيش حد كده يشوف عيان ليفت باندل يقول لك لا يا عم ده نورمال فاريانت، لا اولوز باثولوجيكال. طيب جينا دخلنا عملنا شيست اكس راي لقينا فيه كارديوميجالي وفيه كونجيشن، يعني الدنيا ماشيه ستريت فورورد مع هارت فيلير. بصينا بالايكو لقينا فيه دايبيتد دايمنشنز وسيستوريك ديسفانكشن، يعني ماشيه انها دايبيتد كارديوميوغاس، يعني خلاص المدام صابيره ماشيه ستريت فورورد. البي اتش طلع لقينا البي اتش بتاعتها، ايه رايكم فيها؟ في ايه؟ حلو، يعني الكالوزس بس ده ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ ريسبيراتوري. ليه ريسبيراتوري؟ لان السبب انها قاعده تنهج، قاعده تعمل سي او2، الساتوريشن بتاعها 85%. الصوديوم والبوتاسيوم مهم ان انت تعرف الانيشال بتاعك كام عشان الفولو اب. طلبت الانفستيجيشنز بتاعتك وما تنساش الكاردياك انزايم. احنا اتفقنا ان احنا عايزين نرول اوت الاكيوت كورونا سيندروم، صح؟ اه ما عندهاش شستلين، بس اطلب كارديك انزايم عيان اكيوت هارت فيل، عشان لو الكارديك انزايم طلعت بوزيتيف وبترايز او بتفول يبقى انت دلوقتي وارد ان دي نيستمي هي اللي عملت لك الاكيوت هارت فيل والثايرويد والبروتين زي ما انت. طيب ست دي ضغطها يسمح بالدايوريتكس والدايليتورز لان ضغطها كان 150 على 90، فهنديها نيتروجليسرين انفيوجن وهنديها فروزيمايت بال 40 1 في 3 مثلا كانيشال دوز، وهنتابع البوتاسيوم والكرياتينين افري داي كل يوم اتليست كل 24 ساعه كما هو منصوص عليه في الجايد لاينز وكتب الكارديولوجي، وهنخلي الضغط بتاعنا يبقى فوق ال 100 على 60. طيب حد يعرف بيحسب النيتروجليسرين ازاي؟ يعني انا قلت لك مثلا دلوقتي عايزك تحط المدام صبيره دلوقتي تمشي على 10 مايك بير مينت، تحسبها ازاي؟ 50. ايه؟ هو في 50. 50 ايه؟ لمبول. انا عارف لمبول 50، تعمل ايه بقى؟ يعني تسحب ايه على ايه وتحط ايه؟ الامبول كام؟ 50 مللي. والمللي فيه كام جرام؟ جرام. يعني ب 50 جرام، 50 مللي جرام في 50 مللي، فانا هسحب 5 مللي، يعني معايا 5 مللي جرام احطهم على 45 صلاين جلوكوز وات ايفر، يبقى انا كده عندي اجمالي الكميه 50 مللي. ال 50 مللي فيهم كام مللي جرام؟ 5 مللي جرام. حلو، ال 5 مللي جرام دول 5 مللي جرام كام مايك؟ 5000. حلو، 5000 مايك على كام مللي؟ على 50 مللي. طير صفر مع صفر يبقى 500 مايك على 5 مللي، يعني 100 مايك على المللي، يبقى المللي فيه كام؟ 100 مايك، صح؟ طيب المللي كام نقطة؟ 20. كام؟ 20 نقطة. حلو، يبقى 100 على 20 يعني كام؟ 100 على 20 فيها كام؟ 5، صح؟ يبقى كده 5 على 1، يعني النقطة فيها 5 مايك. يعني لو أنا مشيت الريت ده نقطة في الدقيقة يبقى أنا ماشي كده على 5 مايك بير مينت. نقطتين في الدقيقة يبقى مش مايك بير مينت. طيب نفترض ان انا دلوقتي حاططها على سيرنج بامب، انا مش همشيها بالنقط، انا السيرنج بامب بمشيها بالايه؟ بالملي في الساعه. طب النقطه
في الدقيقة يبقى كم اللي في الساعة؟ نقطة في الدقيقة يبقى كم اللي في الساعة؟ حلو، 3 اللي في الساعة. ليه؟ لأن هنا 60 وهنا 20 يبقى كأني بضرب في 3. حلو، يبقى نقطة في الدقيقة أضرب في 3 يبقى 3 اللي في الساعة. مش فاهمها صح؟ عايزة ورقة وقلم بعد ما نخلص كده. المهم لما اقول لك يا سيدي مشيها على 10 مايك بير مينت يبقى ده معناه ايه؟ ان انت تاخد 5 على 45 وتمشيها على 6 مللي في الساعه. طب 15 يبقى 9 مللي في الساعه. بالبراكتس يعني ما ينفعش ان انت تبقى قاعد كده مش فاهم ايه على ايه وده ايه. طيب نقطه بقى مهمه وبتفرسني انا شخصيا. واحده جايه لك بضغط 150 90 وجالك باكيوت هارت فيلر كانت ماشيه على رقم بريل 5 ترجع على كابتو بريل ربع في 3 تاني، ده ايه الواتس دي؟ لا ما ينفعش. يعني واحده ماشيه على رقم بريل وضغطها مسنود سيبها عليه. تمام، يبقى مهم في الهيستوري انت تاخد دراج هيستوري. هي ماشيه على ايه؟ ماشيه على سبايرال 50 ترجع تاني على 25. واحنا بنرجع لورا ولا بنطلع لقدام؟ تمام، فاي الايس اللي هو ده كمان خد الجديد ده لما تلاقي عيان على بيتا بلوكر عليه ديبيت يقول لك توقفه ولا ما توقفوش، يقول لك كملي كمل البيتا بلوكر وزود الدايوريتك سيرب بتاعك. فاهمني؟ يعني درجه ايه؟ درجه ان البيتا بلوكر نفسه الكونسيبت القديم اللي احنا كنا بنقول ده ويت فوقفه له، لا ده ويت مش تنشيت. انما وانس ان هو كان ماشي عليه ودخل في دي كومبنسيشن الناس تقول لك كمل على البيتا بلوكر. فاهمني؟ فما تعملش داون تايتريشن للانتي فيلير دراجز بتاعتك. انا دكتور ما توقفوش كملوا عادي. طيب الانفستيجيشنز طلعت لقيت الدنيا في السي بي سي معقوله، كليات كويس، الليفر فانكشن كويس، الانزيمز في الاول نيجاتيف وبعد كده هنعيدها عشان تستبعد الاكيوت كورونري سيندروم الثايرويد والفيريتين بتوعها كانوا اوكي. طيب بنعمل فولو اب بعد 6 ساعات الضغط بقى 120 على 80، الكريبيتيشنز بقت على 3 ريبس، فهنعمل جرادوال وينج للنيتروجليسرين عشان ما يدخلنيش بقى في هاي بوتنشال، وهكمل على الفلوزمايد وهعمل فولو اب. انا بعمل فولو اب لايه بقى؟ للكومبلين بتاعتها، يعني هي ارتاحت شويه. طيب الفلويد بالانس نيجاتيف 1000، يعني ايه نيجاتيف 1000؟ يعني مطلعه 1000 اكتر من اللي خدته، يبقى انا كده دلوقتي معايا كويس. انما في الفولو اب لقيت في بوست بالانس يبقى انا محتاج ازود الدايوريتك دوز. البلس 80، الضغط 130 80، في فاين بيزل كريبس على 2 اكس، في لور لينب دي مع النيل نزلت شويه ولسه ستيل كونجستد نيك فينز، الضغط يسمح فهعمل اب تايتريشن للرامبريل 7.5. انا التارجت كام؟ التارجت 10 صح؟ على اليوم الثالث خلاص في ريليف للديسنيا والفلويد بالانس نيجاتيف 1500. حد شافني حطيتها على لازكس انفيوجن؟ في ناس كده تركن دماغها كده ويقول لك ايه طب ما اشطفه بسرعه كده خلينا خلاص. روح حطه على لازكس انفيوجن تلاقي اول يوم نيجاتيف 5000، ثاني يوم نيجاتيف 4000، ثالث يوم رينال فيلير. طب ليه؟ يعني انت ما عندكش اصلا دايروتيك ريزيستنس، يبقى ليه تستنفذ الكلى ان انت قاعد كل شويه قاعد تدي لازكس انفيوجن؟ البلس والضغط كويس، الكريبيتيشن نزلت على نوار ليب، في اللور لمب ايدينا ستيل كونجستد، الكليات كويس، البوتاسيوم كويس. ماشي، فهنا هنبدا بسوبرولول وحده ربع بيتا بلوكرز وهنشارج الورتس على السيم ريجيمن والفولو اب في الورتس كفايه عليها ايس. ومهم قوي في العيان بتاعك الاكيوت ان انت تطلعه من الاي سي يو وانس ان هو انديكيتد ان هو يخرج، لان في حاجه اسمها اي سي يو سايكوزس. تخيل كده انت نفسك بعد ما بتشرب وعندك اي سي يو سايكوزس، انت كل ما بتيجي تنام والموبايل يرن تتفزع، الباب يخبط، ابنك يخبط عليك تفكر ان في حد جاي يصحيك حلقه بريستا. تمام، فما بالك بقى عيان قاعد 7 ايام وسط المونيترات والجو والدي سي، واحد بيموت وواحد خارج منظر رهيب، انت نفسك ما تستحملش تنام في العنايه 6 ساعات على طول. فاهم؟ فوانس ان هو انديكيت ان هو يخرج بالاسم، العنايه مش رفاهيه، يطلع في الاسم واهله يقعدوا معاه وحمامه واوضته، لو عايز يجيب موبايل تلفزيون. ماشي.
حصل ريليف للديسنيا وهي اللي بتخلص الدنيا يعني ايه كويسه. فهنبدا ان احنا نسويتش على الاورال بايلوت. احنا بنمهده ان هو يخرج، ما سيبوش لغايه اخر يوم في المستشفى ماشي على اي في دايوريتكس، ويبقى اول اورال دايوريتك ياخده هو في البيت يفلير ويرجع لي تاني. لا ده انا عايز اعمل له تيست على الاورال دايوريتك انهي دوز مناسبه ليه قبل ما يخرج من عندي في المستشفى. وليكن ترز مايض 10 مللي جرام وانس دي. على اليوم الخامس خلاص الدنيا كويسه والباك كبير واللور لينك بيدينا خلاص عند الانكل وستيل في كونجستد ميدرينز، بس مش مهم هنظبطها بره. فهنستشارج على الهوم تريتمنت. ولكن واتس السبلان بتاع مدام صغيره؟ ايه الخطه اللي انت هتمشي عليها؟ اول حاجه هتديها ميديكيشن تمشي عليها صح؟ وبعد كده عايز برضه تستنبط انها ممكن تكون ريفرسبل صح؟ انت ما تعرفش هي ريفرسبل ولا لا، هتمشي على تورزمان ممشيها زي الفل. البيسو برولول 2.5 والتارجت بتاعك 10 وهتقعد تايت ريت كله اسبوعين. يعني هتقول لها مدام صغيره انا محتاج نشوفك في العياده كل اسبوعين. الرامبريل اللي احنا وصلنا 7.5 عايزين نتارجت ال 10 برضه يعني من اسبوع لاسبوعين. السبايرونولاكتون بتاعها كويس، هي اصلا واصله التارجت بتاعه. هنضيف بقى الاس جي ال 2، يعني خلاص اتس تايم ان احنا نضيف الحاجات اللي ما كانتش مضافه قبل كده. الايدبا جليكتوزين 10 مللي جرام. مهم قوي تتابع اليورين اناليسيس بس في العيان ده عشان ما يبقاش عنده بص في اليورين، والامبا جليكتوزين يزود لك الانفكشن. طب هتتابع البالانس في البيت ازاي؟ مش هتعرف. انا هو بتفضل في الكتاب اللي بسيب مش هتعرف تجمع الكل بتاعها. فكل يوم اوزني نفسك. لقينا الوزن ثابت او بيقل احنا كويسين، لقينا الوزن بيزيد يبقى احنا كده بنتعب. طب فوق كام كيلو ممكن العيان يبقى كونجستد وهو مش حاسس؟ لو وزنها زاد 5 كيلو هي كونجستد وممكن ما تبقاش لسه حاسس. فانت تلقط العيان ده وتدخله المستشفى حتى قبل ما يبدا يشتكي عشان تشوف ايه مشكله الدايوريتك مش جايبه معاه، عايز تحسن الدايوريتكس وتمنع الورسنج بتاع الهارت فيلر. وطبعا صوره الاستريكشن بريشر رينج ده والفسيخ بقى والحاجات الايه اللي احنا عارفينها. والتكييف كان صوته اوطى من كده زمان. طيب احنا عايزين نعرف هي ريفرسبل ولا ما يمكن اسكيميك. يا اخي الاسكيميك لما تعمل لها ريفاسكولاريزيشن سواء كافيش او بي سي اي الدنيا تتحسن صح؟ فتعمل فيتامين ايكو او سي ام ار على حسب الاناليسيز اللي احنا قلناه في الكرونيك هارت فيلير مش هنعيده تاني. والله لو طلعت بي سي ام او اي سي ام ويز فايبل ريسبونس يبقى ممكن تستفاد من الريفاسكولاريزيشن لو فايبل. لو نون فايبل او دي سي ام خلاص يبقى احنا ماشيين ميديكال تريتمنت. بس تبدا بقى تفكر طب هل هي انديكيتد فور اي سي دي؟ طب انديكيتد فور سي ار تي؟ طب هي ليفت باندل؟ طب المساحه كام؟ انت عايز تو اوبتمايز الانتي فيلير ميجرز عشان تمنع الريكرنت هوسبيتاليزيشن دي الاكيوت هارت فيلير تاني. فاحنا الاكيوت هارت فيلير في عندنا سبستريت، هل العيان ده نورمال ولا ستراكشر ولا هارت؟ طب وهو هارت فيلير اف اف ولا بيف ولا ام ار اف؟ فاهم؟ طب التايم كورس هل صادن ولا صاب اكيوت؟ طب هل هو شوكت ولا ممكن يبقى في الورد ولا ده كلينيك كيس؟ طب ايه التريجرز؟ هل في شيتس انفكشن رينال امبيرمنت كوفيد؟ هل في نون ادهرنس للتريتمنتس؟ هل نون ادهرنس للدايتس؟ يعني هل هي قاعده تاخد املاح كتير فكل شويه تاخد؟ يعني هو ده الخريطه اللي احنا قاعدين بنلف فيها في العيان بتاع الاستيفان. تعالوا نتفق مين يخش عنايه؟ هل كل عيان معدي كده في الاستقبال الفرد كده هيخش عنايه؟ لا. مين هيخش عنايه؟ واحد هاي بوتنشن، اثنين وورسن رينال فانكشن متوقع ان هو يبقى عنده دايوريتك ريزيستنس، ثلاثه التردمنتيشن ما ينفعش يقعد لوحده في الاسم الداخلي، اربعه سيجنيفيكانت هايبوكسيا محتاج ان انا اتعامل معاها، خمسة هيمو دايناميك سيجنيفيكانت اريزميا او اكيوت كرون سيندروم. ده اللي هدخله العناية. ما دون ذلك هيخش العناية لما توصى عليه. تمام؟ يعني ايه ما مش قصة بس تخيل العيان يعني واحد من الخمسة دول هو فعلا حالته كارب لدرجة ان هو يستحمل جو العناية بس ياخد نفسه. يستحمل المونيتورات والصداع اللي حواليه.
بس تحسن ضغطه يبقى برفيوز. انما لو عين هيلسي مش هيستحمل جو العنايه. مين بقى تدخله في الورد؟ لا انت مش بتاع عنايه، انت وورد. حد حصل له وورسن كونجيشن ايفن ان ابسنس اوف ديسني، وتعرفوا ازاي؟ قال لك لو زاد وزنه عن 5 كيلو. يعني في الفولو اب لقيت العيان زاد خلال الاسبوعين 5 كيلو، لو سبته هيجي لك ان شاء الله بالمونري دي. لا انت تدخله قبل لما يخش في ايه؟ في اكيوت هارت فيلر. طيب في ايه سيمبتومز اوف كونجيشن؟ في نيولي دايجنوزد هارت فيلر، في كومبليكيشن من الهارت فيلر، وانت بتتابعه لقيت دخل في هايبوكاليميا، انت مركب له اي سي دي وقاعد يخش في كارنت تروكس، انت عايز تتعامل معاه قبل. هل في كوموربيد موربيد؟ بس ايه ما يبقاش منهم الانديكيشن بتاعت السي سي يو، يعني دول من غير الانديكيشنز بتوع السي سي يو. احنا في عندنا ايرجنت فيز، في عندنا هوسبيتاليزيشن فيز، في عندنا بري ديسشارج بلان، وفي عندنا بوست ديسشارج ماتش، ده علشان تلم العيان بتاع الاكيوت هارت فيلر. طيب اول حاجه في الايرجنت فيز الاكسجين ثيرابي. امتى تبدا اكسجين ثيرابي؟ لو الساتوريشن تحت 90%. واقول لك بقى مهم قوي، لو انت مثلا هتحطه ما تخليهوش على 100% اكسجين طول الوقت، حاول تخلي الاف اي او 2 تحت 40%. ليه؟ ايه الاف اي او 2 ده؟ يعني ترجمه ايه؟ Fraction of inspired oxygen. يعني انا في هواء وفي اكسجين، الاكسجين انت مدخلين لي كام في الميه؟ 100% ولا 40% ولا 20%؟ الجو كام؟ 21%، صح؟ فيقول لك لو انت سبت عين على اكسجين سيرابي اكتر من 40% اكتر من 24 ساعه، انت بتدخله في اكسجين توكسيستي، الاكسجين بيعمل فازو كونستريكشن ممكن يسوق لك الهارت فيلر. فعشان كده ما تخليش الاف اي او 2 اكتر من 40% ساعه الامرجنس. لو الدنيا واقعه او بتظبط على 100%، بس بتفضل تنزل 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 لغايه لما تحافظ على الساتوريشن بتاعك كويس، الاف اي او 2 قليل، يبقى انت كده وصلت التارجت بتاعك. طيب العيان السي او بي دي ما تخليش الاكسجين الساتوريشن بتاعك يبقى 100%، خليه من 88 على 92 عشان ما يخشش في هايبر كابنيا، صح؟ واحنا قلناها قبل كده يا استاذ. سيباب عندك اوبشن حلو، احنا كان لسه معانا يوم الاربعاء اللي فات عيان اكيوت هارت فيلير وقاعد على ترابيزه الاسطره وستيم، يعني هو ستيم ومش عارفين نشتغل. اوبشن حلو كان ضغطه كويس، فحطينا السيباب، الراجل نام عليه واشتغلنا الاسطره والعمل طلع كويس، تمام؟ فالسيباب ده اوبشن موجود عندك، ولكن ممنوع السباب في مين؟ واحد ستيبت كونشس، السباب ده ماسك فيتد على الوش ومطلوب ان العيان يبقى فيه هارموني ما بين البريشر اللي بيديه والنفس وهو، فما ينفعش تحطه على عيان ستيبت كونشس. النقطه الثانيه ان هو ممكن يحصل اسبيريشن، ان هو في ستومك فلويد يروح داخل ومبهدل لك الدنيا، داخل في اسبيريشن نمونيا، صح؟ طب السباب ده احنا بنشوفه في حياتنا الطبيعيه امتى؟ يعني حد حس باحساس السبابه؟ انت بتتنفس اجينست بريشر؟ ايوه، وانت في العربيه طلع وشك كده من العربيه والهواء خبط في وشك، تحس ان انت منتعش كده، في انت بتتنفس اجينست هاي بريشر، هو ده السباب بالظبط. لايف ثريتنينج هايبوكسيا، ما ينفعش، ده عيان عايز تفنتله، تطيبه وتفنتله. واحد عنده انكزايتي، تيجي تحط السباب داخل في فوبيا ومش قادر، هتسيبه ازاي؟ هتشيله وتبنتل. عيان نوت ريتنج الماسك، مش قادر، كل ما تحطه يرمي لك الماسك يقطعه ويكسر الاجهزه، مش قادر. عيان كارديوجينيك شوك، ليه؟ لان ده قاعد بيضيف بريشر فبيقلل الفينس ريتيرن، ما ينفعش تضيف عيان شوك ولا عيان ارضي فيلير، لان الاثنين دول معتمدين على الفينس ريتيرن. فانت لما تزود لي البريشر جوه الشيست وول بالسيبان هتقلل الفينس ريتيرن وبالتالي هتسوق المشكله. او عيان سي بي سي وبدي، لان انت لما تعمل الموضوع ده ممكن الالبيوراي تفرقع منك وتبص تلاقي نفسك داخل كومبليكيشن او نو مشروع. ومفيش حاجه يعني ايه تبقى ماشيه من غير بروبلمز، طبعا بيعمل انكزايتي لان انت قافل عليه كلوز سبيس، كلوستروفوبيا، الناس اللي عندها فوبيا الحاجات المغلقه دي، دراي ماوس، تخيل كده اما في واحد قاعد يبخ لك هواء شديد في بقك كده تتنفس منه، ف
فاكيد زورك هيوجعك وهينشف. لو في ارض فيلر هيورسن ممكن يحصل نوموثوراكس، ممكن يحصل اسبيريشن لان انت مش عامل بروتكشن للايروي. طيب تدي مورفيا، اقول لك ادي مورفيا بس مش روتين، يعني في انديكيشنز معينه، لان الروتين يوز اوف مورفين بلس. حد يعرف المعلومه دي قبل كده؟ يقول لك ايه مونا مورفيا؟ لا ما فيش مونا، سيبك من مونا دي خالص. مورفيا اف انديكيتد، لان المورفين يوز بيزود اللايك ليهود اوف ميكانيكال فنتليشن الاي سي يو ادمشن البرولوند هوسبيتال ستي اند مورتاليتي، لانه بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. عشان كده قال لك روتين يوز اوف اوبيتس از نوت ريكومندد انليس ان سيلكتد بيشنت تو سيفير انتراكتبل بين او انكزايتي. انما عيان هارت فيلير داخل لك بديسنيا مش عارف ايه وكل الناس داخله وصمت مورفا عشان تخش تنام، تاني يوم هتبنتله، ما فيهاش نقاش. تمام. وباي ذا واي يعني ايه دي حته كانت موجوده فوق، ما تنساش السرونج امبوليزم بروفلكسس، ما فيش عيان هارت فيلير يخش عندك العنايه من غير ما ياخد بروفلكتد انتي كواجوليشن عشان ما تدخلوش في بالمور امبوليزم. بص واحد ماشي عندك هارت فيلير وياخد دايبيتكس، فجاه تاني الصبح انت بنمر عليه ضغطه 80 60، انت بقى مش في دماغك، بتروح حاطه على سبورتات يوم يومين ثلاثه لغايه لما يموت ويمشي، ما تعرفش ايه اللي دخله في هاي بوتنشن، ده هو البالمور امبوليزم. تمام. طيب الدايبيتكس المفروض ان انت هتدي واحد لاثنين ونص الاورال دوز اللي كان ماشي عليه، ولو ما كانش ماشي على حاجه هتديه نص الواحد ملي جرام بير كيج، يعني لو هو وزنه 80 هتدي له 80، وزنه 50 هتدي له 50، وزنه 100 هتدي له 100. تمام. فما تعملش اجريسيف دايوزيس، خاصه لو العيان اصلا ما عندوش فوليوم اوفرلود، يعني واحد ضغطه 230 على 130 وداخل في اكيوت بالمونري دي او اكيوت هارت فيلير، ده ما عندوش فوليوم اوفرلود، ده القصه كلها ايه؟ فلويد ريديستريبيوشن، لان الضغط عالي مره، اما تنزل الضغط بالفازو دايليتورز هتبص تلاقي الدنيا بتتحسن، ده ما تكسرلوش 10 امبولات لازكس هيخش في ديهايدريشن ورينال انفيرت. فيقول لك بقى تدي لارج ولا لو دوز، طب وتحطه على انفيوجن فروم ذا ستارت ولا تمشي على انترميتنت دايوريتكس. بص بقى الالجوريزم ده، مانجمنت اوف دايوريتك ثيرابي في العيان الاكيوت هارت فيلير حتى غاية في الأهمية ونقدر نطبقها في العناية. هل العيان ده على أورال دايوريتكس؟ اه، هتديله واحد باثنين ونص تايم الديلي أورال دوز. كويس؟ طيب مش ماشي هتديله 20 ل 40 مللي جرام فلوزمايد أي في. ممتاز؟ حلو. يقول لك خلال ساعتين، بعد ساعتين بتقيس اليورين سبوت صوديوم لقيته أكتر من 50 ل 70 مللي إكويفلنت باللتر، يبقى أنت ماشي صح. وبعد 6 ساعات بقى الفلو اوف يورين اكتر من او يساوي 100-150 مللي في الساعه، يعني تجيب اكتر من او يساوي 100-150 مللي في الساعه، يبقى انت ماشي كويس. حلو؟ طيب فبالتالي لو ماشي كويس هتمشي في نفس الدوز لكل 12 ساعه. لو مش ماشي كويس هتبدا تدبل الدوز لغايه لما توصل للتارجت بتاعك. اللي هو ايه التارجت بتاعك؟ ان انت ماشي 50-70 سبوت صوديوم على 2-6 ساعات، واليورن اوتبوت ماشي اكتر من 100-150 مللي في الساعه. ده التارجت بتاعك، ان هو يجيب، سيبك من السبوت صوديوم لو هو مش افيلابل في الاماكن، بس خليك على التارجت ايه؟ على التارجت يورن. بدا ان هو يجيب يورن 100-150 مللي في الساعه، يبقى انت ماشي صح. قاعد يجيب اقل من 100-150 مللي في الساعه، يبقى هتدبل الدايوريتك دوز لغايه لما توصل للمنشور. وهتكمل على هذا الاساس لغايه لما يبقى دي كونجستد. طب نفترض انه مش جايب على اللوب دايوريتك، هتكومباين الدايوريتكس. بص تشيك جريات الكترولايتس اتليست افري 24 اور. ليه؟ لان الهايبوكاليميا ممكن تموت. انت ممكن تقول لك اما بص يا عم، بدل ما اسحب له عينات كتير، طب ما امشي كده ايه كل يوم يومين ثلاثه مره. لا، كل يوم تسحب له كرياتين ان بوتاسيوم. والطبيب بيقول لك يا دكتور انت كل شويه تطلب لنا مع بطلب معامل وكان عاجبني.
لازم كل يوم كرياتين اد بوتاسيوم. لان احنا في عندنا شقين، في شق اللي هو بيسموه فلويد ريديستريبيوشن اللي هو الهايبرتنشن بريدومينيت، وفي شق اللي هو فلويد اكيوميليشن اللي هو كونجيشن بريدومينيت. ده رقم واحد في فازوديليتور وياتي بعده الدايوريتك، ده رقم واحد في الدايوريتك وياتي فيه الفازوديليتور. شوف بقى دي بقى سلايد مهمه قوي زي ما قلنا، سلايد مهمه قوي قوي قوي. ايه السلايد دي بقى؟ بيقول لك ايه؟ ان انا بدي فازوديليتور في الهارت فيلير لو الضغط بتاعي فوق 120، لو تحت 120 ما بديش. مش ده البراكتس بتاعكم؟ انت بتعمل ايه؟ فوق 90. يعني لو فوق 90 بيقول لك ان هو ممكن يستفاد من فازوديليتور حتى لو في لو دوز. شوف اقل سيستوليك بلاد بريشر اقل من 100، اضافه الفازوديليتورز للدايوريتكس قللت المورتاليتي الكيرف اللي تحت، وهنا من 100 ل 119 اضافه الفازوديليتورز قللت المورتاليتي. فوق 120 لقيوا ان مفيش فرق. سبحان الله، يعني الاستاد دي عكس اللي احنا كنا فاهمينه تماما. طب هي ايه القصه؟ قال لك ان انت لما بتدي فروزي ماي في عيان اكيوت هارت فيلير فبيعمل ستيميوليشن للراس سيستم، فبيبقى في الاول في انيشال ريسبونس حلو لان هو ليه فينو دايليتور افكت وبيقلل لك البلمونري ارتري البلمونري كابيلري وينج بريشر قبل ما بيبدا الدايوريتك ثيرابي. ودي معلومه مهمه، يعني ما تستغربش العين بتحسن اول ما بتدي له الفلوز ماي. ايه يا عم انت لسه بتكتبولي؟ لا مش كده، ده هو ليه فينو دايليتور افكت، بس لما تسيبه لوحده هيستيموليت الراس سيستم ويعمل فازو كونستريكشن في وش القلب فيسوق الهارت فيل، فلازم تبدا فازو دايليتور ثيرابي. تمام؟ سواء لو هو ما كانش ماشي ممكن تدي اس انهبيتور سمول دوز كابتوبريل مثلا ربع ثلاثه او ترانتيس واحد وربع اللي هي رامبريل. لو ماشي على فازوديليتور ما توقفوش، يعني ما تنزلش جرعه ثانيه. طب لو عين كارديوجينيك شوك، ايه تعريف الكارديوجينيك شوك؟ قال لك الكارديوجينيك شوك ده ماركت هايبرتنشن اقل من 80 سيستوليك بلاد بريشر اكتر من 30 دقيقه والسيفير ريدكشن في الكاردياك اندكس ديسبايت ادكويت فيلينج ريزلت ان اورجان هايبوبرفيوجن. لو في شرط من دول اختل ما بقاش كارديوجينيك شوك. يعني لو كارديوجينيك شوك والبلمونر كابيلري وورج بريشر قليل يبقى ده مش كارديوجينيك شوك. مفيش اورجان هايبوبرفيوجن يبقى ده مش كارديوجينيك شوك. في عندنا مصطلحات اسمها فازو بريسور ده هيشتغل فازو كونستريكشن، وفي حاجه اسمها اينوتروبس يعني هتزود الكونتراكتيليتي، في حاجه اسمها اينو دايليتورز يعني ايه؟ يعني اينوتروبس وليها فازو دايليتور ايه؟ اكتيفيتي. وفي ريفرسبل كوز، لا تنسى الريفرسبل كوز، واشهر سبب بننساه هو البلمونري امبوليزم. في عندنا لسته كبيره قوي ممكن نستخدمها سواء دايوريتك سواء فازو دايليتورز نايتريتس او نسريتايد. ايه النسريتايد ده؟ يعني لو سالته هو مش موجود، بس يعني لو سالته عليه بشكل ولا عمل زي ايه؟ لا لا ما تطلعش منك، ده حاجه زي البريناتوريتك بالتايب كده زي الدي ان بي. الاينوتروبز او الاينودايليتورز في عندك النور ادرينالين ادرينالين دوبامين فيتامين منرينون انوكسيمون ليفوزيمندان، وفي عندنا البازو بريسورز النور ابنفرين. طيب انا عايز اسال سؤال، ايه المينرينون والانوكسيمون مش موجودين؟ ايوه بس بيشتغلوا ازاي؟ فوسفودايستريز 3 انهبيت صح؟ يعني هو بيزود الاينوتروبيك اكتيفيتي اندبندنت على البيتا ريسبتورز، فهيبقى حلو قوي في العيان اللي على بيتا بلوكر. يعني لو انت متعبق بيتا بلوكر وجاي لك باكيوت هارت فيلير وانت عايز يعني تحسن الدنيا معاه شويه فادي حاجه تشتغل اندبندنت على البيتا ريسبتور، لان البيتا ريسبتور بلوك هتديله دوبيتامين الريسبونس هيتاخر. فقال لك الميلرينون والانوكسيمون ده اوبشن في العيان ده. ليه مشاكل؟ ليه مشاكل، بس انا طالما الحاجه مش موجوده مش هنتكلم عليها. ايه الليفوزيمندان ده؟ ده حاجه كالسيوم سنسيتايزر،
يعني بيسنسيتايز المايوكارديوم للكالسيوم، فبيحسن الكونتراكتيليتي من غير ما يستهلك اي تي بي قوي. فده برضو اوبشن بس مش موجود، ممكن يكون موجود في مستشفيات كبرى بس مش موجود. طيب نخش على الدوبامين والدوبيوتامين. الدوبيوتامين ده ايه؟ بيشتغل ازاي؟ بيتا 1 اجونست. والدوبامين بيتا ودوبا والفا، تمام. الدوبيوتامين، دوبيوتامين ات لو دوز بيشتغل على البيتا والالفا 2 ريسبتور وبيعمل هايبوتنشن. عشان كده ما تستغربش لما اجي اقول لك انت ازاي حاطط دوبيوتامين للمريض وهو هايبوتنسيف او شوكت. ليه؟ لان هو بيعمل مور هايبوتنشن. الدوبيوتامين بالاسم لازم المريض يبقى ماسك ضغط عشان يستفاد من الدوبيوتامين. ولكن الدوبيوتامين عشان بيتا 1 اجونست فهيزود الهارت ريت، فيعني مش محبس في عيان رابد اي اف، يعني انت كده بتفرتك نفسك يعني، تمام. عيان الهارت ريت بتاعه على 120 130 برضه مش هينفع تديله دوبيوتامين. طب عيان اسكيميك، عيان اسكيميك تديله دوبيوتامين عشان يزود الاكسجين ديماند برضه مش هيبقى جود اوبشن. ده عايز واحد دايليتد كارديوميوباسي، واحد الهارت ريت بتاعه معقول وساينس وضغطه حلو، ده اللي هيستفاد من الدوبيوتامين، تمام. طيب الدوبامين ات لو دوز، دوبا دوز اللي هو تحت 3 ملي جرام 3 مايك بالكيش بالمايك، من 3 ل 10 ده البيتا دوز، اكتر من 10 ده الالفا دوز، يعني هيبقى الفا بلوكر وفازو كونستريكتور، تمام. طيب النور ادرينالين ده فازو كونستريكتور، وده يعني الاوف تشويس في العيانين الاسكيميك وشوكت، يعني عيان اسكيميك وشوكت ده الاوف تشويس ان انت تحط نور ادرينالين. انما دايليتد كاردومايوباسي وماسك ضغط يبقى دوبيوتامين، فاهمني؟ اشتغل بيتا، هو المنطقي يعني المنطقي ان انت كل ما تعلى الجرعه فانت بتاخد الريسبتور كلها. طيب خلال الهوسبيتال كده انت دلوقتي عديت اللي هي الايه الارجنت فيز، واديت دايوريتكس ودايليترز وبتحاول ان انت تستابلايز البيشنت او تحط على ميكانيكال فنتيليشن وبتحاول تفصله، يعني خلاص يعني الدنيا بقت معاك ايه ستيبل في العنايه. فانت في الهوسبيتال ستيج لازم تبقى توصل للجايد لاين دايركتد تريتمنت، تمام. النقطه الثانيه تعمل ديلي فلويد بالانس او اي في سي او سي في بي ديلي لاب، كل يوم تشوف الكريات والاي في جي والالكترولايتس، ما تنساش البروفلاكسز اجينست الدي في تي والبلمونري امبوليزم. طيب تستوب بيتا بلوكر ولا لا؟ وده كان عليه ديبيت، قال لك ان ستوبنج البيتا بلوكر في العيان اللي كان على بيتا بلوكر لانه بيزود المورتاليتي، فقال لك ان البيشنت شود كونتينيو بيتا بلوكر ديورنج الادمشن وذ هارت فيلير انليس سيجنيفيكانت هاي بوتنشن او كارديوجينيك شوك. يبقى الضغط هو المعيار، لو الضغط ماسك نفسه ما توقفش بيتا بلوكر، لو الضغط هاي بوتنشن لا هتوقف البيتا بلوكر عشان الضغط يسند شويه تعرف تديله دايليترز تديله دايوريتكس كده. طيب تشفت امتى على الساكيوبتريل فانزابتال؟ هل تستنى ما يخرج ويرجع تاني؟ والله لو كان لواحد ما كانش ماشي على انت فيلير خلاص تست الاس انهبيتور. طب واحد كان على اس انهبيتور زي صبيره دي وكانت على رامي بريل 5 ودخلت في اكيوت هارت فيلير، فبقول لك انها فرصه حلوه قوي من البايمنت، يقول لك ان الهوسبيتاليزيشن ده ايديال تايم للترانزيشن للساكيوبتريل فالزارتال. بس عشان نشفت من اس لساكيوبتريل فالزارتال لازم نوقف 36 ساعه. طبعا انت قاعد مع العيان فتره طويله، يعني هو قاعد معاك عشره عمر كده 5 6 ايام، فبتتصاحبوا على بعض بقى، يعني انت لو اجتماعي شويه ممكن تعرف بقى بنته في سنه كام واتجوزت ايه، يعني تعمل علاقات يعني. والعلاقات دي بتختلف، يعني انت شغال فين؟ في صنداوي ولا في سيتي ستارز ولا
ممكن تعمل علاقات مع فنانين مثلا يعني. فيقول لك ان الهوسبيتاليزيشن ده حلو ان انت تعمل له اديوكيشن، يعني طب انت حياتك اكلك عامل ازاي، طب تقدر تلقط منه ايه الحاجة الغلط اللي هو ماشي عليها، مثلا مخلل، ملح، فسيخ، رنجة، سجاير، الهابتس، طب انت بتعمل اكسرسايز ولا ما بتعملش، طب مشترك في الجيم ولا لا، اللي هي الحاجات اللي هي الايه اللطيفة. طيب ايه الكارديو رينال سيندروم بقى؟ انت ماشي في الهوسبيتال بصيت لقيت ان الكرياتينين قاعد بيعلى والريسبونس للدايوريتكس بيقل، هو ده الكارديو رينال سيندروم. يعني ايه كارديو رينال سيندروم؟ قال لك ده فوليوم اوفرلود ريزيستنت او ريفراكتور للتريتمنت ديو تو بروجريسيف رينال انسفشنس. كويس؟ عرفوه ان هو ابسولوت رايز للكريات 3.10 ملي جرام ديسيلتر بس او ريدكشن ل 25%. طبعا يعني الاكيروسي بتاعت المعامل بتاعتها احنا بنسيب لها كده نص مثلا، ف 3.10 ده عايز حاجه ميتيكولس، ده احنا بنعمل الكريات في نفس اليوم يطلع 5.10 او 9.10 نفس اليوم او ممكن نفس العينه، فيعني ما تحبكهاش قوي في 3.10 يعني، ولكن يعني ايه خليها بروح كده يعني. ولكن لو الكريات زاد اكتر من 3 او البي او ان اكتر من 80 او العين دخل في هاي هايبركاليميا يو هاف تو ستوب راس انهبيتورز. طب تستوب الراس انهبيتور وتسيبه من غير فازو دايليتورز يا اخي يبقى حرام عليك. طب ما انت في عندك حاجات سيف في الكدني صح؟ يعني انت عندك نيتروجليسرين، ما عندكش نيتروجلوسايد مش مهم بس عندك نيتروجلوسيد، حط له نيتروجلوسيد. انت دلوقتي مش عارف لسه موقف النهارده الاس والسبايرون لاكتون، حط له نيتروجلوسيد تمام اورال او اي في. طب خلاص الدنيا واقفه خالص يبقى في عندك اوبشن الالترا فلتريشن عشان العيان ما يخشش في بلمونري ديفيو. والعيان بتاعك بياخد سكه من ثلاثه ان كومبليكيتد هوسبيتال كورس، وده يبقى ابن المحظوظ يعني اللي عندك في العنايه اللي هو ايه شورت هوسبيتال ستي، واحد ريفراكتوري، واحد حصل انيشال امبورتمنت وبعد كده ورسن، وبعد كده واحد ايه اللي هو ورسن ذا فروم ذا ستارت، ده غالبا بياخد الاثنين دول بياخدوا سكه يعني ما بيعدوش الهوسبيتاليزيشن، وخاصه لو معاهم اهمال في الفولو اب. يعني انت حطيته على الليف مثلا ونمت عليه نسيت ان انت تعمل له ويننج فخلاص بقى ديبندنت على الليفو، حطيته على الفنتليشن وفوتته وما تعبتش نفسك ان انت تحاول تفصله، لكسلك كونش ستيت بتاعه ديستربد، ما انت ما وقفتش الدورم وقف اللي مناوديهم ده وشوف الكونش ليفل بتاعه اخباره ايه. فدايما الاثنين دول بيبقوا عيان ينفنتلي على سبورتات وانت سهيت عليه، لازم كل يوم تحاول مع العيان ان هو تفصله سواء من على السبورتات او من على الميكانيكال فنتليشن. مش في الفولو اب ضغطه 120 على 80 على ليفو كذا، ثاني يوم 120 على 80 على ليفو كذا، ثالث يوم هتلاقي ضغطه 90 على 90 على ليفو كذا، لان انت ما استغلتش الفرصه المثاليه ان انت تعمل ويننج للعيان ده. انت عارف لو ويننج ضغطه 90 60 وبرفيوز احسن مليون مره ما يبقى ضغطه 140 على 80 على ليفو. طبعا قبل الديستشارج المفروض ان انت بتشوف ايه اللي دخله في هارت فيلير، الريسك فاكتورز، تبقى وصلت الفوليوم ستيتس كويس، عملت ترانزيشن من الاي في للاورال دايوريتكس، تبقى عملت ايديوكيشن كويس ليه للفاميلي بتاعته، عملت دوكيومنتيشن للجيشن فراكشن عشان الفولو اب بتاعه، السموكينج وقف، وصلت النير اوبتيمم جايد لاين دايركتد سيرم، يعني قربت توصل كده من الايه من التارجت دوز بتاعك، وحطيت الفولو اب بلان عشان العيان يجي يتابع معاك. الاورال ميديكيشنز لازم تبقى ستيبل لمده 24 ساعه، ما بياخدش اي حاجه انتراوينس لمده 24 ساعه قبل الديسشارج، ما تبقاش لسه فاصله من الترجل النهارده وتكتب له خروج، ده اجينست الاسكس. في حاجه ظريفه ممكن تتعمل، يقول لك ان العيان عشان يبقى سيف ديستشارج ان انت تقول له اطلع دور سيف، اطلع كده والنبي هات حاجه من السكرتيره اللي فوق كده حاجه اندايركت يعني، وتعالى وتعمل له اسيس كده، لان العيان ساعات بيستعبط. يعني ايه؟ يعني انت لو عارف ان انت هتخرجه وانت بتعمل له تيست هينام لك على اول سلمايه، مش قادر يا ابني،
لا انت قول له معلش يا حاج، بس احنا في دواء كده قرار بنعمله لك، تطلع السكرتاريه اللي فوق بس اطلب منها ورق فاضي تعالى. طب ما عندك ايه ورقه؟ فلا الورقه الفاضيه عشان هو انا عايز، انا مش عايز الورقه الفاضيه. لو طلع ونزل لك بسلاسه العيان ده فور ذا تشارج خلاص، والنبي لو عمل لك. طب طلع وجه بقى دخل في هارد فيلير تاني وهيخش العنايه، طب انت هاته، لان ده هيحصل على سن البيت، الناس كلها مش عندها اسانسير وما عندهاش ثقافه انها تشيل على الكرسي. فانت ده تيست بس عشان في البيت، يعني مثلا لو هو مرتاح دور فانت هتعلمه بقى، وانت مروح البيت بعد كل دور ريح شويه تمام، مش هيريح على السلم. فلو مش قادر يكمل الدور مرتاح يبقى كده في مشكله، على كل دور ريح شويه، كل دور ريح شويه. يعني حظه سيء اللي هو مريض الارض اللي ساكن الدور الخامس مثلا، ده يطلع مش هينزل. ما تنساش الايرن سيرابي لو العيان عنده ايرن ديفيشنسي. احنا ما عندناش الفيريك كاربوكسي مالتوز، بس يعني ابعتوا يا عم الحبل بتاع نيوتريشن على حاجه يكتبوله، بس كيب ان مايند. بعد كده البوست ديسشارج هتشوفه تاني امتى؟ هتشوفه تاني بعد 7 ل10 ايام. ممكن تعمل كلوزر فولو اب لو انت شايف اللي عنده هاي ريسك وبيخش في ريكارنت هوسبيتاليزيشن، ممكن تقول له اشوفك كمان 3 ايام مثلا، ولكن اللي هو في الروتين بعد 7 ل10 ايام. مين هنا بيدي فولو اب العيان هارت فيلير لما يخرج؟ تدي ده طبعا. يعني ايه احنا عندنا اوت بيشنت كلينيك، المفروض تفهمه ويجي، وانتوا بتخرجوا العيان يعني تبقى مكتوب كده لينك بينكم ان انت هتيجي العياده يوم كذا، وتكتب لزميلك ورقه محترمه ان العيان ده كان كذا كذا كذا، وخارج لو سمحت اب تايتريت كذا، لو سمحت تشيك الكريات، لو سمحت تشيك الوزن، وزن دلوقتي كذا. يبقى في هارموني ما بينكم، وتفهم العيان الورقه دي لازم تروح بيها الاوت بيشنت كلينيك، ده عشان تحسن الاوتكم بتاع العيان، بدل ما العيان واخد شنطته رايح على البيت على عينيه، على البيت على عينيه، ما بيروحش العياده الخارجيه اصلا، هو بيروح يعبي ميه ويجي يتفضيها له، يطلع تاني يعبي ميه ويجي يتفضيها له. الايزوليتد ار في فيلير ده واحد عنده سيستميك كونجيشن وما عندوش ديسك، ده باختصار. مين اللي بيخش في ار في فيلير بكثره؟ عيان عنده ار في انفاركشن او عيان عنده اكيوت بلمونري امبوليزم. عشان كده لما تلاقي عيان هارت فيلير وعنده ديسكريبنس ما بين الهاي بوتنشال والديسنيا، لازم تفكر في بلمونري امبوليزم. ليه؟ يعني واحد دلوقتي دخل لك ضبطه 70 40 على سبورتات وما عندوش ديسنيا، لانج فلات وكريبس كده على وان ريد، يعني ديسكريبنس عنيفه، لازم تشك في حاجه عامله لك الهاي بوتنشال. بص بالايه؟ ممكن تلاقي تامبونات دخل في فيوجن، ممكن تلاقي بالمونري امبوليزم دايليتد رايت سايد، ممكن يكون دخل في ار بي انفاركشن انت ما تعرفش دايليتك وما حسش بشيست. يبقى لازم تجهد نفسك ان انت تعرف ايه سبب الديسكريبنسي ما بين البلاد بريشر والديسني. واجيله اول مره ندخل الفلويد بتاعتنا هنا معانا، يعني الار بي فيلير ده من الحاجات اللي بتستجيب للفلويد ثيرابي، لانه معتمد على الفينس ريتيل. عشان كده ممنوع ان انا اديله سيباب، لان السيباب هيقلل الفينس ريتيل. هيتحسن خلو الوقت، انا ما حسيتش في ماركت كونجيشن، هتدي لوب دايوريتك لسه هايبو برفيوز، ده تحط بازو بريسورز وبنتروبس، الدنيا كويسه كويسه، مش كويسه هتخش على الميكانيكال سبورت والرينال ريبليسمنت. باختصار احنا دلوقتي في الاكيوت هارت فيلير دوت، اول ما هيخش لك في حاجتين مهمين. ايه الحاجتين المهمين دول؟ اول حاجه الكارديوجينيك شوك اند ريسبيراتوري فيلير، لو في اتعامل معاك، مفيش هتبدا ان انت تدور على اكيوت اتيولوجي وانت شغال في الدايوريتيك والفاسودايليتور. اكيوت كورونا، هايبرتنسيف ايمرجنسي، اريزم، ميكانيكال كومبليكيشن، بلمونري امبوليزم، تامبونات، انفكشن، هل في حاجه ريفرسبل تحت ايدك تتصلح؟ صلح. حرام عليك ان انت تسيب عيان فيه اكيوت ريفرسبل ايتيولوجي وتسيبه. وهنا بتبدا التريتمنت بتاع السبيسيفيك كوز اللي انت لو ما لقيتش يبقى انت بتخش على السيرابي بتاعك، فبتبدا ان انت تحط الدايوريتيك والسبورتات والفولو اب في الاميديت. والاهداف بتاعتك ان انت تشوف ايه الايتيولوجي، تبليف السيمتومز، امبروف الكونجيشن،
ريستور الاكسجين ليفل، ليميت الاورجان دامج اللي ممكن يحصل بسبب الهايبوتنشن، وتمنع الثرومبو امبوليزم. اجين بنكرر على البريفنشن اوف ثرومبو. ما تنساش اللي هو الري ديسشارج بلان، يعني عشان تمنع الري ادمشن لازم تحطوا بلان بالتريتمنت صح وفولو اب صح، عشان مش كل شويه يخش لك في هارت فيلير هوسبيتاليزيشن.